النمسا تنعى بريجيتا بيرلاين المستشارة الوحيدة خلال الأزمة. تحذيرات من فيضانات في النمسا بعد الأمطار الغزيرة. الأمم المتحدة تطالب النمسا ببذل الجهود لمكافحة انعدام الجنسية. الداخلية تعلن عن تعميم بطاقة طالبي اللجوء من العام المقبل. نمساوي يقتل زوجته بسلاحين ثم ينتحر في منزل مهجور. اعتقال نمساوي متهم في إفلاس 21 شركة بالاحتيال. أحييكم أينما كنتم مشاهدينا، وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا على النمسا ميديا لهذا اليوم. توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريجيتا بيرلاين عن عمر يناهز 74 عاما بعد معاناة قصيرة مع مرض خطير، حسب ما أكد ديوان المستشارية النمساوية. وأشاد المستشار النمساوي كارني هامر بها قائلا: تولت المسؤولية في وقت صعب. وتولت بيرلاين رئاسة الحكومة من يونيو 2019 حتى يناير 2020، وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ النمسا، وترأست حكومة عرفت بحكومة الخبراء. وأعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن عن تأثيره الشديد بوفاتها، مشيرا إلى أنها كانت نموذجا يحتذى به للعديد من الفتيات والنساء. بعد الفيضانات الشديدة التي اجتاحت جنوب ألمانيا، هطلت أمطار غزيرة على النمسا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في حوض نهر إن في مقاطعة النمسا العليا. وفاضت مياه نهر الدانوب في مدينة لينز، وتم اتخاذ العديد من تدابير الحماية. وفي مدينة شاردينغ من المتوقع أن يرتفع منسوب المياه بمقدار متر ونصف إضافي مقارنة بيوم الأحد، مما سيؤدي إلى غمر عدة مناطق حتى متر من الماء. وفي لينز فاضت مياه نهر الدانوب صباح الثلاثاء، وارتفع منسوب النهر في باساو فوق 9 أمتار، وتم إجلاء حوالي 200 شخص في ريغنسبورغ في ألمانيا. طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين النمسا ببذل المزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة انعدام الجنسية في إطار حملة إي بي لونغ التي أطلقتها المنظمة قبل 10 سنوات بهدف القضاء على هذه الظاهرة بحلول 2024. وتقدر المفوضية أن هناك حوالي 20,000 شخص في النمسا دون جنسية. وأوضحت روث شوفيل المتحدثة باسم المفوضية في النمسا أن التمييز هو السبب الرئيسي لانعدام الجنسية. وأكدت المفوضية على حق كل شخص في الحصول على جنسية، ودعت النمسا إلى تبني إجراءات موحدة لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية. أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن بدء تطبيق نظام المساعدات غير النقدية للاجئين في البلاد مطلع العام المقبل بعد نجاح التجارب التشغيلية في بعض الولايات. وابتداء من العام 2025 ستدخل بطاقة الدفع الموحدة للاجئين، وتمنع التحويلات الدولية وتحد من السحب النقدي إلى 40 يورو شهرياً، وتقيد المشتريات بحيث لا تشمل المقامرة أو العملات المشفرة أو المواد الإباحية. وسيبدأ التطبيق التجريبي في يوليو المقبل، حيث سيتم إصدار البطاقة ل 300 شخص في 8 أحياء بولاية النمسا العليا. وأعرب وزير الداخلية كارنر عن ثقته في فعالية النظام في منع إساءة الاستخدام. اعتقلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 56 عاما من منطقة بروك أندير ليثا في النمسا السفلى، يشتبه بمسؤوليته عن إفلاس 21 شركة منذ عام 2004، مما أدى إلى خسائر إجمالية تقدر ب 6.8 مليون يورو. ويتهم الرجل بإنشاء شبكة معقدة من الشركات الوهمية وعمليات البيع الوهمية لأسهم الشركات والفواتير المزيفة بهدف التهرب من المسؤولية وتوجيه الاتهامات إلى آخرين، واستخدام عقود عمل وهمية براتب صافي قدره 2500 يورو مع دفع مبالغ ضئيلة للموظفين الفعليين. وأيضا لم يدفع الضرائب أو يسجل الموظفين بشكل قانوني، فيما تم القبض عليه وأودع في السجن.
قام رجل نمساوي يبلغ من العمر 52 عاما بقتل زوجته ذات 45 عاما، ثم قام بالانتحار بولاية شتايرمارك العليا، وذلك بعد خلاف بينهم بسبب الخيانة الزوجية. وتشير التحقيقات إلى أن الرجل أطلق النار على زوجته أولا ثم انتحر. وقد سمع أحد الجيران عدة طلقات نارية مساء الاثنين واتصل بالشرطة، وعندما وصلت الشرطة إلى المكان عثرت على جثة امرأة في الحديقة وجثة رجل في المنزل. وأفاد المحققون أن المرأة وهي من غراتس قد هربت من منزل غير مأهول الذي كان يسكنه زوجها، وطاردها بسلاحين وقتلها، ثم دخل المنزل وأطلق النار على نفسه. ومع نهاية نشرتنا نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، دمتم بحفظ الله وإلى اللقاء.